الثاني القدساوية السعد الأمير يمر يعدي من ثلاث لاعبين يحضر التمريرة الرد عدمين عد جول في الجول للسعد الأمير الهداف العراقي الهداف يحضر بأول الأهداف في هذه المباراة لبنو قادس الأمير هو الكينج هو الملك في القادسية ليفرح بنو قادس ليفرح أبناء الخبر لتزف الآن الأخبار السارة بهدف أول لصالح القادسية بعد ربع ساعة أولى في مباراة مفتوحة في مباراة نشاهد فيها الإثارة نشاهد فيها الأصول نشاهد فيها التحركات نشاهد هذا الهدف الأول لصالح الفريق القساوي شوف مازن شوف الإصرار وسعة الأمير كان بالانتظار ليحضر أول أهداف المباراة للعراقي سعد الأمير للعراقي